دوننا عن كل اللي واقفين تطلع فصيلة دم منا الوحيدة هي اللي تنفع تديلك يا ابن المحظوظة. مصيبة لا تكون الأنبوبة دي رايح جاي والبس نقطة زفرة من دمك المليان بلاوي. أنا بكده اطمنت على روحي عشان خدت من دمك سر الخلطة يا فندينا. خلطة؟ خلطتك إنك لزقت فيا ولبست الطلقة بدال يا خفيف. أفندينا خرج يا رجالة! منك ما رضيتش تسجد معانا لربنا يا واطي. يعني كانت سجدت منتخب مصر يا خي. يعني يفلت منكم في السجن وبره كمان العيار ما يسيبش والطلعه تحود؟ الله، ده انا بعلي فيكم سنين عشان اليوم ده، مش عشان تقفوا قصادي وشكوا في الارض وقفى كل واحد فيكم يعمر فرن عيش بحاله. ما يا معلم هو اللي اخرس ياد اخرس. انت فاكرك راجل بيد ثابته وعين صار؟ طلعت مره بيد طريه وعين زيغه تفوخس عليك راجل. هو العيل من دول لما رصاصته تخيب ما يستاهلش يعيش ثانيه واحده يا حد. انت يا ابني على طول متسرع كده، ما ينفعش تضرب على رجالتك، ما ينفعش. تعال تعال قدام، امشي امشي. ودم الشهيد ما يطلع عليه شمس تانية يا حاج. خليك انت بعيد يا ابني، سيبهولنا احنا يا كبير وهتشوف. لا بتتلهوا اتلهوا يا اخويا، ده كان في ايديكوا، ساكن على شجره في عز الدهر ما عرفتوش تصطادوه. دلوقتي حجبوه بعد ما رجع عيش وكان جحره ده سمك ونط في الميه وابشته ما بقتش سهله. الكلام اللي انت بتقوله ده يا حاج هي عشان خيبك مره، نقوم نسيبه. يا ابني يا ابني يا ابن المعروف، قلت لك 100 مره خليك انت بعيد عن كل ده. ما ينفعش يا حاج ابقى بعيد، ده لما اخويا وفي رقبتي العمر كله. وانا المعلم وكلمتي على رقبي الكل. وانا بقى ماليش عيش في الدنيا دي طول ما هو بقطع فيها كده. وحياه امه ليكون مصفي دمه نقطه نقطه ودم خاله ابو سله عشان يعرف مين براء النوح، يعرف ان انا عباد الروح. استنى، خد 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 براء. ولا براء انت، انا وانت هتقف تتفرج عليا ورايا اخويا ليكاني وباص الدنيا وراه بسرعه. عفو اجري، عفو دي خلف عار. عبد الله سلامة خميس. الله يسلمك، الله يسلمك. حد ينسى وش اول واحد لبسه شبكه في ايده ساعه البيع؟ بس يعني الشعر ابيض والترقيه غيرت وشك شويه. الحمد لله المره دي جت سليمه. انت جاي تطمن عليا ولا ايه يا باشا؟ وليه ما تقولش ان انا جاي احميك؟ الرصاصة انضربت خلاص. أكيد أنت عارف مين اللي ضربها. وافرض. بص يا خميس، أنت لسه خارج طازة، وقبل ما تشم أول نفس ليك كانت مستنياك أول رصاصة،
وبيني وبينك بقى احنا مش عارفين ايه اللي مستنيك تاني. بص يا خميس، انا مش عاوزك تساعدني، عاوزك تساعد نفسك. لابس توب جديد مش مقاسك يا باشا، مع انك قديم وحافظ قانون اللعبه صم. افهم من كده انك مش هتقول حاجه. انا دخلت السجن ظلم بس عشان واحد خان عهدي، واللي تاج الظلم ما طفحوش لغيره يا سعاده البيه. وموته بكرامه اشرف بكثير من عيشه رخيصه. نقول سلام ولا لسه في كلام؟ عيني عليك يا بدران يا اخويا، محتاج الراحه والهدوء. بص يا خميس، الوقت بقى غير الوقت، والدنيا بقت غير الدنيا اللي انت سبتها، وبتوع الموت بكرامه اللي زيك خلصوا، وحبايبنا اللي عايشين برخيص مفيش اكتر منهم. يتوب علينا ربنا. عايز حاجه يا بدران يا اخويا؟ قول لي يا خميس، وناوي على ايه بقى ان شاء الله؟ هو انا وراه غيره؟ على المزاج طبعا. اقسم بالله العلي العظيم يا خميس، لو وقعت في ايدي تاني ما هتفلت من حبل المشنع. حتى ولو بالطبل البلدي. ايه يا بيه دماغك راحت لفين؟ انا اقصد المعسل. هو المعسل دلوك ما بيوصل لحد المشنقه؟ ده المزاج الخير. بقول لك يا خميس، انت عارف كويس قوي ان انا ممكن البسك قضيه وارجعك السجن تاني، وبحاجه تافهه قوي، شويه السلاح اللي بره دول اللي من غير ترخيص. ايدك بقت تقيله قوي يا بيه بعد التربيه. مش بقول لك لابس توب مش مقاسك، دي حاجه تفوت خميس افندينا برضه. السلاح كله مرخص يا بيه للدفاع. مواويد بايد يا سعادة البيه في الايام الصعبه دي. اقعد نضيفوك.
الغالي رجع والحس رجع للبيت من تاني. بالحضن يا غالي، بل ريقي ورد فيا الروح. طبطبي يا أم، طبطبي يا حبيبي يا ابني. نفضي تراب الظلمة من على كتفي. ما حسيتش اني كنت مسجون الا دلوقتي، ولا سمعت صوت الرصاصة الا هنا. الحمد لله ان ربنا نجاك. انا قلبي اتخلع لما سمعت الخبر، بس برضو ربك حنين ورحمته سابقة قضاه. ما تصدونا بقى من الكلام اللي ملوش عايزة ده، الله خلونا في الفرح اللي العيد اخواننا. يا حبيبي يا ابني. كرامة انت لسه خرصة؟ ما لا في الساعة ده ابو جمعة، انت لسانك سابعك على طول كده. تتحكي لغات، تعالى يا كرامة. بلاش محن يا بيت، انا ما احبش النسوان لما تقوى. سيبيها يا امه تعبر. مراته يا حاجه سيبها تفك عن نفسها شويه. بلا محن حريم، مش قادره تستنى لما يتقفل عليهم باب، ولا خلاص الزبده ساحت على الساق. والسما اتحرقت يامه، واللحمه استوت، وطالبه اكال. اتحشم يا واد. يا الف حمد لله على السلام. شوق مراتي هي اللي كانت بتخفف عني مرار غيابك السنين اللي فاتت دي. نورت بيتك يا سي خميس. نور بيك يا مرات الخال. قال لك اسمها شوق. شوق. ها قربي يا شوق، حبي على ايد كبير البيت. حب على ايد افندينا شو؟ لا اله الا الله، لا مؤاخذه. وماله ما يضرش. خميس تعال اقعد على الكرسي. يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف. للأسف يا فندم مفيش فايدة، الدنيا بقت مشبكة بتعطيها قوي وكأنها لازقة في غيرها. ما تعرفش يا فندم بتطلع منهم بجملة واحدة مفيدة، كلامهم كله كأنه شريط وبتكرر على لسان الكل. التجار اللي من عينة خميس والنوح وغيرهم حاطين نفسهم في دايرة مقفولة، محدش يعرف مفاتيحها غيرهم. كأنه دستور يا فندم كلهم متفقين على بنوده، وأياً كان الخلاف بين أي فرد أو أي حد في المجموعة دي، محدش بيعرف يخرج عن القانون ده. دستور ساري بين الكل. مهما اختلفت أشكالهم ولا ميولهم، كلهم واحد. وده يا فندم اللي بيخلي وقعهم مش سهل خالص. لكن مش مستحيل. وعلشان كده إحنا هنا. والكراسي اللي إحنا قاعدين عليها دي شرف لازم نستحقه ونكون قد مسؤوليته. ومهما كان خميس أو غيره من التجار فاكرين نفسهم أذكياء أو حتى أقوياء، مهمتنا إن إحنا نرميهم تحت رجل القانون، وساعتها بقى ميزان العدالة يتحقق. يا رب يا فندم. معقول نسيكي يا فاطمة؟ نسي ضفايرك اللي كان بيعكسك بيها، ولا شنطة مدرستك اللي كان غاوي يجيبها لك، ولما اسأله ليه يقولي عشان تفتكريني وانتي حضنها. أنا كبرت يا خميس، وتربيت على حواديت بسمعها عنك. يا خوفي لا تكون نسيتني ويا كل اللي اتنسى. يا رب. بيتش شربية ما قالت إن ليلتنا بيضة، ومن مميزات الليالي البيضاء إنها مش محتاجة كلام، ليها لغة خاصة بيها.
لغة عالمية. قربي خديها. ما أنا محتاج وقت عشان أفتكر لغة الإشارة. طب خلاص 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 ما تزعليش خلاص. قوليلي عايزة تقولي إيه بس واحدة واحدة. ها أدا ده السجن ولا في السجن؟ كنت عايش إزاي في السجن؟ مسجون مسجون بين أربع حيطان يا ولداه وسط وشوش كئيبة. إنما أيامه عدت. بقول لك إيه بقى؟ وإحنا بقى الكلام في اللت والعجم دي ليلة. سلام. دي مش ليلة خميس وهتتضرب، لا دي ليلة بعد 7 سنين وجاف. ولا انت ناوية بقى تقطيها قطع ارسال صوت وصورة؟ ها؟ وحشتك. يتوب علينا ربنا. صدقي وتؤمني بالله قولي لا اله الا الله. دي لا اله الا الله. حلو ضحكتك يا كرامة شبه كل الحاجات الحلوة اللي الواحد اتهرب منها. بيقولوا في السجن أيامه بتعلم الصبر، وأنا اتعلمت السكات بقيت ساكت زيك كده. إنما خلاص أيام ولت. العب رست 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 في العالمين. بس ما تخميش. واحد اثنين ثلاثة. كنت فاكرة انك هترفع راسي وتنصفني قصاده، بس هو انت كده دايما تيجي قصادهم وتجيب ورا. اختك عايزه تكسرني وتذل نفسي. مره حبي على راس الغندوره، والتانيه حبي على ايد افندينا. والله اعلم بقى المره الجايه هحب على رجل مين. مالك يا راجل بتبص لي كده ليه؟ زي ما اكون مجنونه ولا بقطع في شعري؟ لما تلم العيال احسن وتزقلوني بالطوب. اهدي اهدي يا شوق، العمليه مش مستاهله. كرامتي مش مستاهله عندك يا راجل. انت مش حمل ضاويه ولا حمل سماها، ولا حد في الكون ده كله حمل جزه من نبا. انت اللي مخك مقاس رجليكي ضيق وعايز له قالب. معرفتش تكسبيها، خليتيها تحطك في دماغها، ويا ويل اللي ضاوية تحطه في دماغها. وانا بقى روحي في مناخيري، والاسطوانه المشروخه دي مش عايزه اسمعها تاني لاني مش طايقه نفسي وممكن اهج في اي لحظه. ايه؟ اهدي اهدي يا عبيطه. اما مخ حجر على جسم ملبن. بص بقى انا فاهمك. ضاوية دي تتمنى تقلعي لها عين، ولانك انت تمس خميس بكلمه واحده. لو انت بقى عايز تعيش في سلام لازم تكسبيها، وعشان تكسبيها لازم توطي وتحب على ايد افندينا. ليه؟ ده انا على ذمه راجل. بقول لك ايه؟ ما تدخليش عيشه في ام الخير، دي غير دي. خميس ده املنا كلنا. املنا عشان نرجع تاني ملوك الصنف، ونقدر نقيم راسنا في السوق، ونرجع بيتنا اللي اتاخد غصب، وخلانا نضطر نلعب في القطاعي اللي راحت عليه، وخلانا نستحمل رزالة زبونه. عرفت بقى قيمة افندينا؟ عرفت. هاتها جمال يا رب.
عرفت يا كبير. بسم الله الرحمن الرحيم. ما تخافش يا معلم، أنا مش عفريت، أنا مطرة. مطرة؟ وإيه اللي معاك في الضلمة كده يا مطرة؟ مستنياك يا معلم. وجوزك لسه بره؟ لا، طارو هو اللي لسه بره وما رجعش لغاية دلوقتي يا معلم. أنا بكلمك على جوزك براء. وأنا بكلمك عن جوزي غريب. بقولك يا مطرة، اليوم كان طويل وكله بلاوي، ودماغي فيه اللي مكفيه، يعني مش ناقص زن. هو مش النهاردة برضو كان يوم خروج اللي قتل غريب؟ صح كده ولا أنا غلطانة؟ أنا عملت اللي عليا، هو اللي لسه ليه عمر. عملت إيه يا معلم؟ بعتله عيل خيبان يطخوا عيار في الزحمة؟ وياريته نفع، وجاي اخر الليل تنام ولا كأن ابنك راح منك. كنت عاوز اعمل ايه يا اختي؟ ابعتله ابني التاني وقلبها مجزرة عشان اخسره هو كمان؟ ما انت بعت اخوه قبليه. انت بتقولي ايه يا مطرة؟ اسمع يا معلم، انا دخلت بيتكو بالمعروف وهخرج منه برضو بالتراضي والمعروف، وكده احسن للكل. الظاهر ان طيبتي وحنية قلبي خلوا عقلك يفوت عشان لسانك يهرفض بكلام زي ده. يا معلم، انا وبراء عمرنا ما كنا متجوزين. لا هو قادر ينسى ان انا مرات اخوه، ولا انا قادر احب فيه اللي حبيته في اخوه. ازاي بس هنعيش مع بعض؟ زي كل الناس يا اختي ما عايشة. لا انت ولا هو اول ناس يعملوا كده. وده اخر كلام عني، يعني مش عاوز اسمع كلمة زيادة. فاهمة يا مطرة؟ فاهمة؟ اسمع على خير يا مرات ابني. لا إله إلا أنت سبحانك، إني كنت من الظالمين فاغفر لي. لا إله إلا الله والحمد لله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ادخل يا أبو سنة. أنت لسه صاحي حاجة؟ اقفل الباب وراك وتعال. غريبة، أول مرة يعني تعدي معاد نومك. مستنية أصلي العشاء، ما جاليش نوم. مش بيقولوا العيار اللي ما يصيبش يدوش؟ يجيلي نوم ازاي بقى وصوت العيار اللي استقبل ابني قبل مني لسه بيرن في وداني؟ ومين قالك ان احنا هنعديها يا حاج؟ ايوه، والرد لازم يكون فوري، واي قسط هيشجع الكلاب دول يعوا وينهشوا في لحم سيادهم. خميس لسه خارج من السجن يا حاجة، مش عايز اورطه في مشاكل وحواديت. سيبوا خميس على جنب، خليه يشم نفسه شويه. ماشي حاضر، امرك يا حاج. بقول ايه يا ابو سنة؟ نعم. احنا عايزين نخفف شوية البيع بالقطاعي، له وقته وله من قيمة خميس. ماشي يا حاج، والله انا كنت بقول كده برضو. احنا نعمل حسابنا ان احنا نجمع له القرشين اللي خلوه يقف على حيله في السوق، واذا عجزت معانا ناسنا واهالينا اللي في الصعيد مش هيسيبونا. عين العقل، ومن بكرة ان شاء الله نخف بيع القطاعي. ماشي يا حاج، امرك. هسيبك بقى عشان نصلي العشاء. ادعي لنا يا حاج. ربنا ينجح مقاصدكوا يا رب. هاتها جمايل واعدل المايل يا كريم. بالاذن حاجة. مع السلامة يا اخوي. ربنا ينصرك يا خميس يا ابني، وما يفرحش فيك عدوي. الله العظيم. يا مطني، الزوز فين؟ مريم نكلمه على المحمول بتاعه ما بيردش. اشوفوا لي فاني ده. وقول للرجالة تجهز عشان في قاعدة بكرة. يلا اغفل. يا كرامة مالك؟
خميس؟ ايه ماله؟ لا مش فاهم انت بتقول ايه؟ بتقول لجنابك يا دوب عينها غفلت قامت ما لقيتوش جنبها. اه ما قالش هو راح فين؟ لا اله الا الله، هيكون راح فين الساعه دي؟ بدران 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 مير مير مين؟ الرصاصة جت في كتفك ولا في دماغك؟ نور النور يمكن يعرفنا. نور النور يمكن يعرفنا. حاضر يا عيني يا بدران. لا اله الا الله. افندينا. ايوه يا اخي، انا في حلم ولا في غيبوبه؟ غيبوبه ايه؟ ما انت زي القرد اهو، يعني انت هتتصلبط؟ انا مش مصدق نفسي. الصبح تديني دمك وبالليل تديني حبك، قصدي يعني تيجي تزورني. هو ماله؟ مجروح يا ولدها. يا ده انا مش جاي ازورك. امال ايه؟ حسيت ان في رصاصه تانية، قلت تاخدها من قصيرها وتخليها هنا في المستشفى. اثبت اثبت اثبت، بتاع العمال يطلع وينزل ده. اثبت يلا. انا جاي سهرك سهره ترجعك 10 سنين ورا. 10 ايه؟ قول 20 بصلاحيتك دي. حاسب حاسب عشان الجرح بالراحه. انا اللي حاسب؟ ما سهره ايه؟ ما انت شايف معلقين لي جلوكوز، وكل شويه يمر علي الدكتور، واي مجهود في خطر على الدكتور على الجرح. بالاماره حتى ادوني البتاعه دي. ومين قال لك انك هتعمل مجهود؟ امال حصل ازاي؟ هذا انا عايشك ليله من ليالي افندينا. مش فاهم. وانا ما احسش اني خرجت الا لما اروح اشوفها بعينيا. هي مين؟ رمانه يا بدران، رمانه. لبسوه وهتوب دواب جرحه جلوكوزه. يلا يتوب علينا ربنا. بسم الله الله اكبر. اخرس هتودينا في داهيه. اللقاء التالي نعيش ونستحمل على انغام الفرقه الاسيه مع نجم الاغنيه الشعبيه اللي ضرب حجرين على الشيشه مع كوبايه ميه، النجم الفنان هوبا. ومعكم وليس معنا نجمة المحل الأولى رمانة الميزان اللي ما بتكدبش أبدا، الراقصة اللهلوبة اللي ما يهمهاش السياحة المضروبة، الفنانة رمانة. اتحرك واجري يا رمان، يا عسل بشمعه في بطرمان، موصوبة للق وللقان. يا شوكولاتة يا محشية من يا مكهربانة من جسل، بلبل مفيش ولا ايد طايلة بردك يا تلاو سخن، أبرم برم دي الكلب ده.
وازاي تسيبه يروح لوحده؟ هو اللي حصل يا كبير. ولا انا مش قايل لك كتفك بكتفه تقوم تسيبه يروح في ليله زي دي وهو ناوي على ليله زدانها؟ حاولت يا كبير، هب في وشه وهزقني قصاد الرجاله، وانت عارف معاليك طبعه الحامي. ما يهزقك ولا يمرمط بكرامه اهلك الارض حتى. هيجرى لك ايه يا اخويا؟ هتقلص رجل ولا هيتشللك دراع؟ تب وتغطس وتشوف راح فين؟ ما انت يا كبير عارف المعلم براءة، ده زي الزبق. اه، تليفونه مقفول كمان. ولا تب وتغطس وتجيبولي ان شاء الله من تحت سبع ارض. فاهم؟ انا هستناكوا في الاستراحة، ما تتأخرش عليا. غور من وشي، غور! حصل يا كبير. كمان ناقص ذروات عيالي. افندينا وصل، خميس باشا افندينا، تحية لمصر وأبطال مصر ورجالة مصر، رجالة مصر، خميس باشا افندينا والعظيمة مصر افندينا. لا ده الكابتن ابراهيم سعيد بتاع الاهلي. هو فندينا ما شاء الله. بيلعب فين دلوقتي؟ زي ما انت شايف احترف. توب علينا ربنا. وابتدينا التوكشو. فكرة يا فندينا هربوا رمانة. طب يلا انت عارف هتعمل ايه؟ وجد. وانا بقول الدنيا زهزهت ولعلعت ونورت كده ليه؟ وبسأل نفسي ايه الاسفلت منور ليه؟ اتاري افندينا بيمشي عليه. مبروك علينا خروجك لينا بالسلامة لناسك وحبايبك وقالك واصحابك. شلبي امرني يا برنس. طلبات الترابيزه دي كلها على حساب المحل. غرق الترابيزه بكل الاصناف، اي شيء يفكر فيه يحلم بيه دست منه تحت رجليه. امرني امرني يا نجم. بيضون الملط اهلا. مصر نورت. الحمد لله على السلامه. الف حمد لله على السلامه يا نجم. الف حمد لله على السلامه. ايه الشيكة؟ ايه الوجاهه دي؟ سربت القطه يا بيضون. بس انا عارف انك ما تقصدش. عارف. مالك يا مالط؟ زعل افندينا ليه؟ لا لا يا كابتن عنك انت الحوار ده. انت راجل نجم. العيال دي انا عارفها. لا يا بيضون. افندينا؟ رمانة. انا مش قادره اتلم على نفسي. حاسه ان مفاصلي سابت مني. معقولة يا خميس؟ معقولة قدرت تنط السنين دي كلها وترجع لي؟ معقولة الدنيا هتفرد وشها من تاني؟ وحشتك يا رمانة. دي الأيام كانت وحشة أوي من غيرك. وأنا ما شفتش الحلو منها إلا ساعة ما شفتك دلوقتي. وأنا هخليك دلوقتي تشوف اللي أحلى. والدنيا هص. افندينا رجع والشفه ضحكت والليل سهر وبكره جاي وامبارح اتنسى وانا هرقص واغني لافندينا وبس. والمزاج موزون ليلاتي قسم يا مزيكاتي.
عدد نجوم السماء وحشتك عدد كلام الهوى وحشتك معلم باشا. معلش بدوش معليك محسوبك الملط. معلش انا اسف لو ما كانش الظرف طارئ انا ما كنتش اتصلت ودوشت معليك في ساعه زي دي. لا 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 مش خير يا باشا. خميس افندينا وصل وسهران عندي الليله. لا 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 لا, لا اطمن معليك رمانة خرجت قبل ما يوصل وفجاه جابها تاني. الحكاية محتاجة زقة من معاليك وقفلة الحدوتة بايخة لازم تنتهي قبل ما تبتدي. أمرني يا باشا. أمرني معاليك. مع السلامة. النبي ما تزعل نفسك. ايوه يا ام سامية. ايه ايه بتقول ايه؟ مش سامع. خليك معايا خليك معايا. بعد اذنك يا فندينا. فندينا بعد اذنك بس روح. لا روح مين؟ لا بدايه الليله. ايوه زي ما انتوا يا بنات هطمن على زمايلكم وراجع على طول. ماشي. روح معايا طبعا النهارده. نعم. ما انت تسأليني وانت مكشره. بقى بذمتك تخرج من غير ما تقول لي وديني لو اوريك. وانا خارج علشان اشوف. ما تغيرتش يا روح لسه صايعه زي ما انت. وحشتني يا ابن الايه. يعني وانا في السجن الدنيا ما كانتش حلوه. دنيا ملهاش طعم بعيد عنك. بالعربي كده مش مزاجك. اهو جه اهو جه اهو جه. طب يلا مستنياك ما تعوقش. انا اقدر. ما تقدرش. انا اقدر. اه ام ساميه معلش ما كنتش سامعك عشان الدوشه اللي جوه. كنت بتقولي ايه؟ يا ستي ما كده كده هتعرضي يا نبه الصبح. المهم عملت اللي قلت لك عليه. انت قلقانه من ايه؟ مش شماعه البنسيون خلاص مش هلاقي حته اتلقح انام فيها يعني لازم اخرجك الصبح. حاضر ست حاضر حاضر هجيب لكم فطار معايا. ايه ده ايه ده هو الفول والطعميه كبركم بتشنجان وعلى حسابك. مش قادره. ادولها نص ليمونه. يا ام ساميه يلا بقى عشان الحق الناس اللي جوه الاحسن عماله بتنزف. اصلها حادثه كبيره قوي مساكين جوه. فين؟ جوه العنبر. يلا في بلح احسن اتفخرت عليهم محدش هيعنبرني.
بحبك يا بدران. انقذتني. بس في سؤال تقدر تقول كده محيرني، انت ليه كنت بتدافع عني بقلب قوي كده؟ حسيت انك مظلوم، شفتها في عينيك وانت بصصت من ورا القفص، سمعتها في رنة صوتك وانت بتحكي لي اللي حصل، قلب المؤمن، حسيتها في رعشة ايديك وانت بتسلم عليا، قلت هي دي الانسان. هو ده الانسان، الخساره في حبل المشنقه. بس انا عايز اسالك سؤال، هو انت دلوقتي لما تقتل خاين بقيت مجرم قال، ولما تدور على اللي بيبسط الناس وتجيبه لهم لحد عندهم وهم قاعدين كده بقيت مهرب بقى لا سمح الله؟ مهرب قبض الروح يا بدران مش حاجه سهله، بس كمان مكتوب عشان الناس تعيش لازم الناس تموت، يعني نفضل عايشين كلنا، وكمان عشان الناس تحس طعم الدنيا لازم يبقى في مزاج. ياخد بق لو عاجبك خليهم يحطوا لك شويه هوا تاني. يا على كتفك ده كفاره يا فندينا. أعرفك براء النوح اللي مطرح ما يحط رجليه يحضر قبض الروح. ارجع اثبت. وانا بقى حالف باخده من هنا غير وانا مسلم روحك للي خدتها يا افندينا. متشكرين يا كابتن مصر يا محترف. اختبرنا يا فندم. اقتلني اقتلني يا خميس، وانت لو ما قتلتنيش انا هقتلك، هقتلك يا خميس. لو حد متعرف ياض انا بقى اعرفك، خميس يا فندم اول خميس ملوش جمعه. لا لقيت بتسهر ويانا ولا تروح تتفرج على التلفزيون؟ دوس على الزنات وقتلني، انا مش خارج من هنا غير يا قاتل يا مقتول يا خميس، ورحمه الغريب لا هقتلك يا خميس. اثبت اثبت يا انت فاكر يا دي المده بيرمرم كده يالا ليه؟ والمده بتاع عيال المد عنده مزاج وبينقي الجته اللي ناولها الشرف ده، وانا ليه دم عندك؟ وهاخده يا فندينا، هاخده منك يا فندينا وهقتلك. اثبت ما تثبت يا اثبت يا افتح بقك يا ابوك ياد عارف انك هنا، ما ظنيش انه بالخباوه دي ولا يا زوز ما ظنيش. الله يعني انت كده خرجت عن طوع ابوك المعلم النوح، معناها لازم تتربى ويتعلم عليك بس، وابوك هيقرا العلامه دي كويس عشان بعد كده تسمع كلام ابوك كلام امك. لا ها اثبت اثبت يا اخلص. عرفت حاجه؟ وصلنا له يا كبير. فين؟
كباريه مالت بيضون رائد لافندينا هناك. وانت كنتوا فين؟ وازاي تسيبوه يروح لوحده؟ ما انت عارف دماغ المعلم براء ناشفه زي الحجر، رفض حد يروح معاه. يوم يروح له في حبل المالت ده كلب افندينا وقطته بتتمسح فيه. جهز بسرعه كام راجل من رجالتنا يجوا معانا، لازم نلحقه قبل ما ياكلوه. يلا بينا. خميس قفش الدنوح في كباريه المالت وعامل عليه حفله هناك. خميس اللي راح له ولا هو اللي جال؟ لا الواد هو اللي راح له، بس شكله كان ناوي على الشر، لكن افندينا لعبها معاه وجابه تحت رجله. خلاص، مال وشك مصفر كده ليه؟ لا لا الا الله، النوح مش هيعدي اللي حصل لابنه ده بالساهل حاج. هو خميس قرص على الواد بالزياده؟ الظاهر كده. ما دام الخبر وصل لك يبقى ضروري راح للنوح. طب والعمل يا حاج؟ طب تسالني يا ابو سنه؟ لم الرجالة وروح في ظهر خميس أحسن يخرج يتفاجئ بيهم. هات يا جمال يا رب. استرها يا رب معانا، استرها. الزوز راح ربطه في كرسي كأنه حرافي، وروحنا ملبسينه نص الطوب الفوقاني لمؤاخذة واحمر وهو لابس اسود. لو كنت شفت المنظر ده كان قلبك رقص من الضحك قد وسطك يجي 100 مرة. ايوه يا خميس يا حبيبي، بس انا خايفة عليك، قلبي هيقف من الخوف. اتهد شوية يا اخوي، ده انت يا دوبك لسه خارج وعملت كل ده، امال اللي جاي ايه؟ اللي جاي زي اللي راح، كله رغاوي. يعني انت هتفضل رامي نفسك في النار كده على طول؟ متخافيش يا رمانة، النار ما بتحرقش مؤمن. انا ما بهزرش. ايه ولا انا بهزر ولا انت شاكه اني مؤمن؟ لا طبعا يا اخويا، ربنا يزيد ويقوي ايمانك اكتر واكتر. امين ان شاء الله. بس انا والله خايفه عليك من اللبش ده. لبش ايه؟ هو انت عايزين اسيب حق يا رمانة؟ اسيب الناس اللي خانوني وسلموني للحكومه؟ اسيب البيت لعالم واطي يلهفوه مني؟ البيت اللي تعبت وشقيت وانا ببنيه طوبه طوبه. انت ما تعرفيش انا تعبت قد ايه ولا شقيت ازاي عشان ابني البيت ده. انا اتذللت للزباين، انا ياما كنت طايف للزبون اثبته واتذلل له، اللي جاي ياخد قرش ولا قرش ونص اثبته عشان ياخد له وقيه، واللي بياخد وقيه ولا وقيه ونص اثبت فيه عشان ياخد له فرش ان شاء الله حتى يقسمه هو وزمايله. أنا شقيت يا رمانة، شقيت وعرقت وتعبت على ما وصلت اللي أنا فيه وبقيت كده. أقوم بقى سايب كل ده في الآخر وأقف أتفرج؟ ساعتها مبقاش أستاهل اسم أفندينا يا رمانة. أيوة بس أنا بصراحة كده ماليش فيه، أنا بحبك يا خميس وخايفة عليك، مش عايزاك تضيع مني وتبعد عني تاني. هو ده قدري ومكتوب يا رمانة، غلط بقى ولا صح، هو ده أنا. اليوم امي جالها الطلق فيا كانت بتوزع بضاعه ساعتها وشالتني، كنت يا دوب لسه حته لحمه قد كده حمرا كده صغيره، وقامت شايلاني في صندوق حشيش. عشان كده انت طلعت صاحب مزاج. اه ما انا اتفطمت عليه. من ساعتها وانا بقول يتوب علينا ربنا، ولحد دلوقتي بقولها. الصندوق ده رمانه كان تابوت، تابوت من اللي بيشيلوا فيه الميتين، زي ما يكون مكتوب عليا
إني أجيب الدنيا من آخرها وأسرق طعمها من بق الموت. إحنا إيه الكلام الكئيب ده؟ إيه اللي فكرنا بالليلة دي دلوقتي؟ هو أنا ما وحشتكيش يا بنت ولا إيه؟ وحشتني طبعا. طب أمال إيه بقى؟ إيه بقى؟ تعال ده أهو. إيه؟ أهو بقى. تلعبي ريست. ريست ده إيه؟ ريست يا بنت ريست. دي لعبة النخبة. تعال بس ما تخم. ماشي ماشي يلا. اظبط كده. واحد اثنين ثلاثة. يا بنت قوية يدوب علينا ربنا. راح فين على الصبح كده يا براك؟ مالكيش فيه؟ خليك في حالك. ما هو ده حالي. هو أنا مش مراتك ولا إيه؟ مراتي؟ مراتي بعمارة إيه بقى إن شاء الله؟ بعمارة الوضع اللي أبوك غصبنا عليه. بقولك إيه؟ حل عنا فوخي والصبح قولي على الصبح. أنت صحيح لو عايز تنتقم من خميس لازم تعرف إن عنده رجالة كتير وعزوة أكبر. يعني عشان تنتقم منه لازم تبقى قده. خدني على اخوانا هو رجالته ابن الكلب. بس وديني لكم جايب اجله بايدي دول. ساعتها تكبر في عيني وتسد الخانه الفاضيه وتحل محل اللي راح. اكبر في عينين مين يا بت؟ اوعى تكوني فاكره ان انا رايح اخد طار اخويا عشان اكبر في نظرك ولا حاجه. ده انت تبقي اتعبطتي. قدك 10 مرات بيترموا تحت رجلي كل ليلة. بس انت بتيجي كل ليلة تترمي تحت رجلي وما بعبركش. تعبري فيه يا بنت؟ ما هو ده تمامك. ما تعرفش تضرب غير النسوان. انما تيجي عند الرجالة وتعمل فار. انا فار يا بنت الكلب؟ وحات امك اللي علقت نامك صح. حرام. انت وعدك ربنا يعزك. بس. وانت نزلي لتحت دلوقتي. يلا ارفع وشك يا مش ابن النوح اللي يحط وشه في الارض. مش هقدر ارفع وشي يابا غير لما اسحله قدام رجالته واخد حقي بايدي. حقي ما يتاخدش بقعده نسوان في البيت ولا بكلمتين فاضيه. الحق يلزمه قوه تحفر بيها قبر للي ليك طار عنده. والقوه دي لازمها دماغ شغاله عشان توزن بيها كل ده. عشان يوم ما تضرب كفتك انت اللي بتضرب. فهمت يا براء؟ نسوان ناقصة رباية. ده احنا على كده بقى ما كناش نسوان. الولية كل شوية تغضب وتصرخ وتروح تعيط له. قال على رأي المثل الراجل أنيها وهي بتبص لأمه بعينيها. قال بشاير إيه؟ ده المفروض يسموها نوايب. ولا ولا الله يخرب عقلك. أنت بتلعب في الجهاز عشان تموتني؟ أنا عارفة إن أمك مسلطاك علي عشان تعمل فيا كده. البيت بتابونا والغرب بيكرشونا. يا لهوي انت البيت اللي انا لسه موضبه. انا الحقيقه منين ولا منين؟ بس ارحموني بقى. صباح الخير يا امي. صباح النور يا حبيبي. ازيك؟ في ايه بقى الصبح؟ طبعا ملاتك من ناحيتي وشعللتك نار يا امي. يا
يوم انا راجل عندي شغل وطالع عيني فيه عشان خاطري بالراحه يا اخوي. ربنا ياخدني ويخلصني بقى وترتاح عشان ترتاح انت ومراتك وابنك في قلب البيت ويروق لهمهم كله انهم يخلصوا مني. ابوس ايدك ابوس ايدك خلي انت قلبك عليا عشان خاطري. حاضر يا حبيبي حاضر. انا ليا ايه في الدنيا دي غير راحتك؟ انا مناي حاجه واحده بس. اموريني. تطلق الوليه دي وتخلص منها ده ابوسها عاكر. شايف ادي امك ايه عايزه تخرب بيتي وتطلقني. قولي لي بقى انت هتستفيدي يا ست انت اما تخربي بيتي؟ هتتجوزي انت؟ برايي قله الادب بتاعتك دي. امال عايزه تخربي بيتي ليه؟ ده انا حماتك يا بنت انا اضربك بالجزمه على نافوك. كفايه بقى كفايه. ده ما بقاش بيت ده بقى بستان. طب اعمل ايه؟ انا هخفى من وشكوا خالص وحتى همشي هروح شغلي من غير ما اغسل وشي. ارتحتي بقى يا اختي؟ ارتحتي انت يا اختي؟ دلعتي ابنك؟ ده تكنيله في شكلك. امشي وانا من وشي. ده انت ما فيكيش ذوق. هتطلقي هتطلقي. ها شادي بتاعك يا معلم ابو الشمل. كيسك وارع. تحت امرك يا معلم. سند السكين ونص. هسند السكين ونص. خير يا عمنا. اهلا. ادينا الطلب ده. وجب. كمل انت مع الضغوط. عيني. خليك معايا يا ضغوط، كمل العشرة. ايوه استناه. نص فرش اربعات يا معلمي. زودت 100. حصل. طب اخفى دلوقتي. قال يا صابر عملت لي السكينه. قال انا عايزك اذبح. ها طول عمري بقول لا انا قد الشوق وليالي الشوق ولا قلبي قد عذابه عذابه. يا شوق اللي مخرجك كده قدام البيت. الناس رايحه جايه عماله تبص. ايوه استنى. ايه بص لنا مالك يا اخويا؟ اتخنقت زهقت قلت اطلع بره اشم شويه هوا. طب خش جوه دلوقتي. خش جوه دلوقتي. من عيني. حاسب لا تقع على وشك. كعبلت في طرف الجلبيه يا حاج. سلامتك من الكعباله يا معلم. عايزين نص فرش اربعات. كام دول؟ زياده 100. بقول لك ايه؟ نعم. قول للوليه بتاعتك دي تبطل الاعمال اللي بتعملها. الاعمال دي مش لينا احنا يا حاجه، ده عشان تبعد عيون الحكومه عننا. بس والله غلبانه وبتحبك البنت. اه يا اخويا وانا كمان بحبها من القلب للقلب رسول. ربنا دي من محبه مصلحه. عمر استاذ عايزك في مصلحه يا معلم. مصلحه ايه لا مؤاخذه؟ احنا عايزين له بويه حشيش. ايه؟ حشيش؟ اصل انا ودني بعافيه ما بسمعش. الحشيش قال لا مؤاخذه يا معلمي. لا مؤاخذه يا معلمي. قال انا منامك يا معلمي. في ايه يا زوز خير؟ الاستاذ تايه تايه. فانا قلت مفيش حد يدله غيرك يا معلمي. معلش يا ابني اعذره الدنيا تلاهي. هو حد عاد عقله فيه اليومين دول؟ تحت امرك اخويا في حاجه؟ انا جاي اقصد مزاج الخير يا معلم. بس كده عينينا ليك. خدوا المعلم شلوفه خليه يعمل له احلى حجر معسل على حسابي. اوعى تحاسبه ده ضيف. ها ايه يا معلم؟ انا قصدي المزاج الحشيش يعني. ايه حشيش؟ حشيش يا ابني؟ حد قال لك ان الحته دي في حد بيبيع فيها حشيش؟ يا نهار اسود باخر انت اعمل شر انت لا نضايفك تقول لنا بتبيع حشيش يا ابني. احنا بتوع معسل الحال يا اخوانا. الراجل ده جاي يبوظ سمعتنا بيقول الحته فيها حشيش. حبيبي انا بجهز لك الفطار. والجاكيت فين؟ جاكيت؟ لا مش هنا مش في الدولاب يا حبيبي. ما انت حاطه هنا ورا الباب. انت نسيت ولا ايه؟
اهو الجاكيت بتاعك اهو. الضرفه دي مقفوله ليه؟ مقفوله؟ اه اصل انا قافلاها، اصل انا هدومي كلها حاطاها في اوضه اللبس هناك، فحطيت شويه حاجات حريمي كده قفلت عليها هنا، ما ينفعش تشوفها عيب كده. حريمي؟ اه بس يا خبوستي بقى ما ينفعش. مش بتقولي حاجات حريمي؟ بس عيب. يلا يلا عشان تفطر، انا عامله لك الفطار بايدي. انا هفطر في الحاره مع اهل الحاره، وحشوني. طب يلا عشان تلحقهم بقى. طب ابص بص. يلا بس خد الجاكيت بتاعك. ايه اللي هناك ده؟ ايه ده؟ شايف حاجه؟ بس هو مفيش حاجه، شويه حاجات كده حريبي. يلا يا روحي يلا. حريبي. يلا عشان تلحق. بس باجي ابص. ماشي يا اخويا ماشي. رمانة. كنت فاكره روحي بس متشعلقه في رقبتك، اتاري جدتي وكل حته فيا قفشين في ايدك، مش طايقين غيرك حتى لو كان من دمك. قلبي متفصص يا غريب وشبع مرار طافع، لا انا قادره الم نفسي في حضن اخوك ولا طايقه اديله ركن جنبك. ومين فينا اللي مات؟ انا ولا انت؟ الجواز هذا اللي احنا بناخده منه للشباب، هم وقرف وغم وكلام فارغ. لو الغريبه بقى ان في ناس لسه عاوزين يتجوزوا يجوا يشوفوا النيله اللي احنا عايشين فيها دي. تؤمر بحاجه تاني سعادتك؟ لا اتفضل انت ادخل. الهوا معايا يا باشا. طيب عندك. حظك في رجليك يا باشا، إخبارية طازة ومن النوعية اللي بتحبها، قلت لازم أجي أبلغها لك بنفسي. قبل ما تقول أي حاجة علي، أنت قاعد على القميص بتاعي. مبروك يا أم سامي. الله يبارك فيك يا حبيبي، استنى خد يا ولا، زرقته يا بنات. الجني دي تبعتها لأمك في البلد، أوعى تصرفه على النسوان. أم سامية. عيون أم سامية وقلب أم سامية. هات المفتاح عشان عايز أنام. نوم إيه؟ النهارده يوم مفترج والبنات اهم، هنروح نهيص. نهيص ايه؟ هو انا زبون يا ام ساميه؟ خلصي بقى وقت المفتاح. زبون اخص عليك، ما تقولش كده، ده انت صاحب بيت. بيت ايه ده اللي حابه صاحبه؟ وحياه ساميه اللي عيني لسه ما رأيتها، لا خليك كبير المنطقه، اخليك ديك رومي منفوش كده ماشي. اخلص يا ام ساميه انا تعبان. الله 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 الله، ايه ده؟ الله 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 الله. ايه ده؟ البضاعة دي مركونة هنا ليه يا براء؟ أنا يا حاج اللي قلت لهم يلوموها من السوق علشان زيد سعرها يعني. وأنت فاهم لما البضاعة تشح من السوق الناس هتسكت؟ يعني هيعملوا مظاهرات. اخرس أنت! أمرك كبير. البضاعة دي لما تشح من السوق الناس هتدور على غيرها. وفي زيها دلوقتي كتير. والمضروب منها بقى أكتر. يا معلم محدش يقدر ينزل قصادنا في السوق. يا حاج السوق أنا ربطه من عرقوبه. وكان يعني على خميس وعيلة أبو سنة، فدول كبيرهم سبارس يبعوث في دلاب زمن وراح. يا واد افهم، سوق بير السلم هو الخطر الحقيقي اللي أنت ما أنتش حاسس بيه. دي ناس مدرية محدش عارف عنهم حاجة، والكيف ويذل صاحبه وبيخليه يترمي في عبء اي حد يظبطه. البضاعه دي لازم تتوزع من الليله. ايوه حاج، بس ما بسش كلمه اللي اقولها تتنفذ على طول، فاهم يا براء؟ احنا هنسلم حبايبنا الاول، عربياتهم هتبقى جاهزه في المكان والميعاد اللي انا هبلغكم بيه قبلها بساعه. براء مع اخر فوش ورز ويا الرجاله وشفاعه يا حاج.
لا شفاعة، عنده زيارة لناس حبيبنا. تفضل يا كبير. تخيط الحجاب ده في حجر بنطلونه وحتنون المراد، وبعدها العيل هينزل يتزفل الدغري من ظهره. ادعيلي اوعي تنسي الاسم، حنتومه سقسقه عشان الدعوه تجوز. اما الحلاوه بقى يا ولية اسكتي شويه، عايزه اكلمك احكي لك. ما خلقك ضيق كده، مش مقاس حلاوتك. ده انت حلاوتك ياما وتسعي من الحبايب كتير. وحيات امي يا حنتومه، لو ما سكتي اللي هجيب لك الرجاله اللي بره يجوا يقطعوك هنا. ده اما شويه رجاله بره، انما ايه لوز. بقول لك ايه، ما تجيبوهم من بره يفتشوا ويبقى التفتيش ذاتي. وهو كل واحد ينوبه من الحب. يا وليه تهدي شويه ووراقي كده بالصاجات اللي نازله بيها على دماغي. انا جتتي مش خالصه. ايه هو المعلم؟ مش المعلم. امال مين الاصل؟ يا اختي مش عارفه، ده زي ما يكون طير كده وحط على سقف بيتنا. سمعت عنه كتير واستنيته اكتر، وساعه ما شفته زي ما يكون عفريت ولبسني، زي ما تكون يا اختي الندحة بتشتغلني في الرايحة والجاية. اهلا، هات الكوز وسيبك من العجوز. برهوش برهوش، ده الحكاية عوق وكلها مطبات يا ست شوق. طب والخلفة اللي كنت بتجري وراها من المعلم واللي بقالك سنين هتموت عليها؟ يا اختي بركة انها ما حصلتش كده، اسلك واروق عشان الواحد لما يعوز يهج. لا قد كده ورسني على الدور عشان حنتومة سقسقة تعرف تشتغل، ولو كرب يعدي ولو ضيقة توسع ولو شر أنسلهولك واسلتلك منه خيره. اه يا بنتي يا حنتومة، لو حصل هتشوفي مني اللي عمرك ما شفتيه بره. هديكي بدل الطاقة 10، بس هي الرجل تيجي والسنارة تغمز. عارفة انه بات بره معذور، مش تقلي الدنيا. انا عايزاكي في حاجة اهم، انتي بنت اخويا، واذا ما شلتكيش في بيتي اشيلك في عينيا الاثنين، والاهم من كده انتي مرات ابني، وابني ده كبير العيلة وآخر جدر فيها، والجدر ده لازم يبقى له فروع ولا اسم افندينا يموت. عارفة مش بإيدك، عارفة، لكن أحب أفكرك إنه عاش معاكي قبل ما يروح السجن ظلم 10 شهور وما حصلش. كان ساعتها عندنا وقت، لكن دلوقتي مفيش وقت، ما نقدرش نستنى. اتكلي على الله، يلا وفرحينا. عارفة كل شيء بيد الله، بس برضو جعلنا أسباب، والست اللي ما تعرفش تجرجر جوزها لغاية سريرها ما تبقاش ست. يلا اتجدعاني كده وجيبي لنا
شعبي داير، هاتي هنا المحل، على الأقل يبقى تحت عينينا ومطمنين عليكي معاه، وبالمرة يفتح لك إزازتين تلاتة بيرة، وأهو الجار أولى بالشفعة. رمانة، الطلة اللي مش في أوانها دي. عايزاك ضروري. بالسلامة أنت يا روحي. اسمعي، اوعى يحصل صرمحة برا المحل تاني، الصرمحة تتم هنا جوه المحل تحت عينيا. شلبي مرني، ذاكر لها باب الركلام صفحة 4. اعتبره حصل يا برنس، ده جيل مهبب لا بيذاكر ولا بينيل. يلا يا اختي انت وهي، يلا. شلبي مرني، الكيت يا روحي. لا مؤاخذة يا نجم. باب الركلام ها؟ أموريني يا نجمة. بقول لك ايه يا مالت، اوعى تجيب سيرة الخميس بأياتها حاجة. خميس؟ سيرة حاجة؟ لو حطيناهم جنب بعض يطلعوا ايه يا نجمة؟ جرى ايه يا مالت، انت هتعملهم عليا؟ ما انت فاهمني كويس. اسمعيني كويس، انا ابن السوق والكلام لازم يبقى اخد وعطا. عايز ايه تاني؟ مش كفاية اللي انا عايزه مش هو اللي بيدور في دماغك. امال عايز ايه يا اخويا؟ تخف رجله من هنا، ويا ريت تقطعيها خالص. شفتي اخر مره جالنا فيها المحل ايه اللي حصل؟ كان هيطربقوا، كنت هقلبه فرن بلدي، قدموا علينا نحس. خميس انت عارفه كويس، دماغه جزمه قديمه ورمانه ما بتكدبش. اه عشان عارفه كويس يبقى لازم تيجي منك انت، بدل ما حاجه تانيه تيجي مني انا، وهو عارف ان رمانه ما بتكدبش. ده انت مش ابن سوق، ده انت ابن دج. والدج يعني كلب، رمز الوفاء والاخلاص، يعني المالتي بيضون. خد مني انا بقى واستلم. خميس هنا كل يوم، وعايزني انا اقول له اقول له، عايز انت تقول له قول له يا اخويا، واللي حضر العفريت يبقى قابلني لو قدر يصرفه. سلام يا دوج. شكلها اخباريه في شنك يا سعد الباشا. لسه في اول الليل عارف الحين تزهق ولا ايه؟ لا مش مساله زهق بس يعني. هات العربيه دي. ديت؟ لا 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 اللي بعدها. عدي يا بيه، عدي يا بيه. دي سعادتك؟ لا اللي وراها الميني باص. ده اوتوبيس مدارس. اه انا عايز اوتوبيس المدارس. تعالى يا بس رخصك. اركن لي على جنب. يلا يا بيه اركن على جنب. فتش يا عال. وده ايه ده يا نحنوح؟ ده بشير المدرسة؟ حدش عنده ضحكة يا سلف، أداري دموعي جواها. حدش عنده فرحة يا سلف، أنا مش عارفني، أنا التوت مني، أنا مش أنا، أنا مش عارفني، أنا التوت مني، أنا مش أنا، أنا مش عايز دوشة، أبات برة، أبات جوة، دي حاجة تبع المزاج والكيف، ماشي؟ مش عايز عكنانة، وبراحتي، محدش عنده ضحكة يا سلف. أداري أمي مالها Thank you.
صوت في البيت. صوت مين اللي سجل يعملها؟ ممكن تكون قطه يا سي خميس. الحريم يدخلوا الاول. خال حفظوا الزوماتي خليكم في ظهري. يلا في ايه؟ في حد كان بيحاول يحط من على الكوره يا فندم. انتوا مين تتفرجوا؟ ورا يلا رجال ورا. يا ابني في ايه؟ لو قربت مني هتبحر. تبحر ليه يا ابني؟ عملت لك ايه؟ طب سيب السكينه في ايدك دي يا ابني، كده هتعور نفسك. ما تخافش انا هسيب السلاح اهو عشان تضطر حد. يا ابني سيب السكينه اللي في ايدك دي، ما تخافيش يا كرام، ما تخافيش يا حبيبتي، ده ضيف. وكرام الضيف ايه؟ واجب طبعا. تشرب ايه يا ابني؟ تشرب ايه؟ شاي؟ شايك ايه؟ سكرك ايه؟ معلقه؟ ولا اتنين؟ ولا زياده؟ ايوه هي زياده. يلا يلا اثبت، خليك مكانك. قوم قوم اخويا، يا قوم تعالى خفيف. ولا اي حاجه. وطي ياض حب على رجل سيدك افندينا ياض. انت ايه؟ ما بتسمعش؟ بيقول لك وطي يبقى توطي. ما توطي ياض. بالراحة يا زوز، مش وش يا مطي، ده مهما كانت عدى اسير حرب
يعني لازم يتعامل حسب القانون الدولي، ولا تحب تتعامل حسب قانون افندينا؟ ناخد راي الرجاله عشان راجل ديمقراطي. ايه الديمقراطيه يا رجاله اللي تقول عليها يا افندينا؟ شفت، لازم اخد راي رجالتي، مش زي الكلب اللي بعتك تتهجم في انصاص الليالي على بيت افندينا. المره اللي فاتت يا زوز قلنا ابنه وضناه وروحناه، انما المره دي ده كلب متأجر. انا ايه الغباوه دي يا زوز؟ مغطي. ايه رايكم يا رجاله، القانون الدولي ولا قانون افندينا؟ قانون افندينا طبعا. يبقى انا كده مضطر ان افصل راسه عن جسمه وابعتها للكلب اللي بعته، وايه اللي هيقوله؟ ان خميس افندينا السجن تناه. بعد الشر افندينا. مع ان اصعب شيء قتل النفس. استعنا على الشهاب الليل. خميس سيبه يمشي يا خميس. ايه مش عاوز تقول لي انت شغال لحساب مين؟ يا ابني سكوتك ده هيلبسك القضية دي كلها اللي فيها اعدام. ايه؟ مش عاوز تتكلم برضه؟ خايف؟ خايف من ايه؟ هتبص لي؟ خايف من ايه؟ في ايه تخاف منه اكتر من الاعدام؟ هترد؟ رد عليا يا رجالي. تمام يا باشا. خير؟ في واحد يا فندم عايز يقابل سيادتك ضروري. شحتة مشاعل، صحفي في جريدة الشعلة، ومحتاج اعرف من حضرتك اسرار العملية، واسم الباشا هيكون في المانشيت. آسر منصور يواجه المجهول من أجل الوطن. هات الكاميرا دي. أغير المنشط؟ هات الكاميرا دي بتاعت الجريدة. هات. انت دخلت هنا ازاي؟ ما اعرفش. والنبي ما انا سايقه والله بحبه، والنبي ما انا سايقه والله بحبه. طب هو صحيح الله ده باينه بجد. ايه ده باينه صحيح الله. يلا وين الصعبه دينا؟ يا رمانه انت مستخبيه مني ولا ايه؟ لا ابدا يا باشا، انا موجوده اهو. انت عارفه مبدئي اللعب على المكشوف. انت مش لابسه كتير قوي يعني عشان تاخدي الوقت ده كله. اطلعي بقى عشان ما ازهقش. حاضر يا باشا، أمرك. تعالي هنا، مفيش حد غريب. الله، مالك متخشبة كده؟ معلش يا باشا، أنا أصلي تعبانة شوية. هو قديم بس مقبول. الكلام ده ما ينفعنيش وانت عارف كده كويس. مين قال ما ينفعش؟ انا قلت ما ينفعش؟ هو قال ما ينفعش؟ انت قلت ما ينفعش. اللي اعرفه كويس انه لازم ينفع يا نجمة. انت ايه يا اخي؟ ما بتعتقش؟ ما كفكش اللي لهفت من ورا نحش لحمي كل السنين دي؟ اعتقني بقى وسيبني اروح لحالي. اسمعيني كويس،
انت طلبت مني ما افتحش بقي بكلمه وانا طوعتك. انت كمان لازم تستهدي بالله وتنفذي كل اللي بطلبه منك. وبعدين عايز اسالك سؤال، هتروحي فين؟ وير يو جو؟ اجو مطرح ما جو يا اخويا، مالكش فيه. وبعدين لعلمك بقى خميس لو شم خبر هيقفش جامد، وانت عارف كويس ممكن يعمل فيا وفيك ايه. احنا ليه نوصل الحكايه لكل ده؟ ما احنا ناس كبيره ودماغنا موزونه ونعرف نلعب صح، نعرف نلعب على كله ونعيش كله ونكسب من كله. وزي ما قالوا في الامثال كله على كله، لما نشوف افندينا اوعى نقول له. طبعا الملط بيضون جاب ورا ولف الحوار وحاول بيه لسكه تانيه، وكله لاجل عيون المكسب. والمكسب وحش؟ كلنا هنا عايشين عشان خاطر المكسب. انتي لما بتهز وسطك مش عشان تترمي تحت رجليك الخمسات؟ ولما بتترمي تحت رجلين افندينا عشان يحمي ظهرك مش ده برضه عشان المكسب؟ ولما بتنزلي تقعدي مع الباشا تحت عشان يحمي حب الرمان ما يتبعترش على ترابيزات الزباين، كل ده عشان ايه؟ عشان الفايف باوند. صحيح الاصل غالب، وقليل الاصل بس هو اللي ينسى كان ايه. لو من ناحية دي انت اصيل قوي. يبقى نعمل ايه؟ نهدى، نستهدى بالله، ونعقل وننتبه لنقمة عيشنا، وما نفتحش على نفسنا ابواب الفاير جهنم يعني يا حياتي. زي ما قالوا في الامثال اللي على راسه بطحة يلبس لها باروكة. ميرسي يا روحي. ادينا نمنا وصحينا. افهم بقى، سمعوني. اللي عملناه ده كان في مصلحة الكل. أنهي كل؟ أنهي كل يا حاجة؟ دي ناس اتجرأت وصلت لحد البيت، أسيب الكلب بتاعهم يروح إزاي؟ اهدى بس يا خميس، إحنا لسه بنقول يا هادي، وأنت لسه طالع والعين عليك، والحكومة لو شمت خبر. إيش دخل الحكومة في اللي أنا بقوله؟ ولا إحنا خلاص خدنا على الضرب؟ الرصاصة اللي تربصت لك ردينا عليها يا خميس، واللي حصل امبارح ده مش هيعدي بالسهل. برضك ليه رد؟ ورديت على الرصاصة ازاي يا خال؟ بوظ للنوح عملية تقيلة، دافع فيها قرشين حلوين. قال؟ اه. بوظتها له ازاي؟ إخبارية للحكومة. ده كلام ده يا خال؟ ده كلام؟ من امتى ردنا بيبقى غدر ولا خيانة؟ ومن امتى بندخل البوليس في اللي ما بين ده؟ لا إله إلا الله، عملتك دي لو اتكشفت مش هيتقام لنا قومه تاني في السوق، ولا حد هيهاوب ناحيه شغلنا. اهدى بس يا خميس، دي قرصه ود. ده رد رخيص، رد رخيص يا حاجه. ما ينفعش يطلع من ناحيه افندينا ولا يطلع من ايدينا بوسهنا. ايه؟ ايه ده؟ راح فين؟ سيبها تروح يا خميس، عندها ميعاد مع الدكتور. ماشي روحي، بس ما تروحيش لوحدك، خلي الزوز يوصلك. يلا زوز. قوم يا افندينا. يا مغز يا ملط، عزة فين؟ في ايه يا خميس؟ ومين غيرهم له مصلحة يا ولد؟ بس اللي حصل حصل في نفس الوقت يا كبير، يعني ما يلحقوش يوضبوها. اه بس ده بقى رد الرصاصة يا حمار، مش حكاية العيل يتمسك، لا لا لا، ودي بقى دماغ ابو سنة مش دماغ خميس. اشمعنى يا معلم؟ عشان خميس ما يلعبش لعبة وسخة زي دي. جرالك يا معلم، مالك عمال تطبل له كده ليه؟ انت ناسي عمل ايه مع عيالك؟ لا مش ناسي يا خفيف، بس بقى وصول الكار انك تعرف ميزات عدوك قبل ما تعرف عيوبه. ده انا عاوز تبقى كبير يعني. انا لا عايز ابقى كبير ولا عايز ابقى صغير، من النهارده كل واحد فينا يعرف شمس البلاد وتطلع منين. خساره. اه على كده على طول، كل ما اتزنق يخلع. معلش اصبر عليها مطره بكره يعني. الحكايه بوخت قوي يا معلم. انا لا بقيت حمل لخبطه براءه ولا حمل الغازك، انا بقى عايز اعرف راسي من رجليا في الليله دي. صبر يا مطر. ايوه يعني ناوي تعمل ايه؟ شفاعه، روح السلي كده ورا الواد اللي اتمسك.
واعرف اذا كان قال حاجه وقع بحاجه، وما ترجعليش الا وانت معاك المفيد، مش هتبقى فلوس وسمعه. حصل يا كبير. انت ما بتفكرش غير في الفلوس وناسي غريب خالص. بقولتلك الصبر يا مطره. الله، هو السمع بقى بعافيه ولا حاجه؟ مش يا معلم، هصبر هصبر. علم اخبيه، ما تهدي نفسك شويه يا معلم، صحتك. هذا ازاي وانا عايش في وسط دول؟ دول ولا دول مش مهم، المهم صحتك انت يا سيد الناس. انا جبت لك القهوه. والنتيل سكر عليك. سوريا بات يا سوريا، عايزاك. سيبي سوريا تظبط لي الحجر، النار اتطفت من قركو. انفخ لك فيها يا معلم؟ لا لا لا، هوى عليها تقوم تشعلي. حاضر اهو. هوى 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 كده. لا هوى هوى اهو، هوى 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 لغايه ما تشعلي. اهو الحجر ولع يا معلم. مش لوحدي وربنا، ما هو لوحدي ده كل الحجاره ولعت. بقول لك ايه يا بنت؟ نعم. ما تيجي تمسحكيه ظهري شويه عشان يفك، عشان انسى الهم اللي فوق نفوخي ده. من عينيا الاثنين، بس مش قدام الرجاله. انا هسالك على حضرتك. عين عليكي بنت متعاونة، بس محتاجة مجهود. اه لازم اطلع فوق، لازم. ما تيجي يا بنت ومشي الرجالة. هاي يا علي، طمني. اتكلم ولا نطق بكلمة، نفس اللي قالهولك. يا اخي زي ما يكون مربطين سنتهم من على بعد وبيحركوها بالموت كنترول، يمين يمين شمال شمال، مربينهم على السمع والطاعة خلاص. يا باشا زي الغنم، عصايه واحدة تمشيهم صف واحد. الواد علي بحاول افهمه واقول له ان الحكايه دي ممكن توصلك للاعدام، ولا كانه سامعني. نزلوا في ضرب طول الليل، انه ينطق بكلمه ابدا. جتتهم نحست من كتر الهباب اللي بيبلبعوه ده، ما عادوش حاسين بحاجه ولا حاسين بالدنيا، فصلوا عن الدنيا خالص. جبنا اهله وعيلته ومراته وعياله، نفس القطعيه، نفس التناحه والسنتحه، اكنهم ضاربين من نفس الشريط. علي، انا عاوز اعرف كل حاجه عن الواد ده. يا باشا بقول لك جبنا اهله وعيلته ومراته. يا علي انا ما اقصدش ده، هما اهله يفرقوا عنه في حاجه؟ انا عاوز اعرف اصحابه اللي بيشتغل معاهم ويشتغلوا معاه، اللي بيكلمهم ويكلموه. هم دول يا علي اللي في الاخر ممكن يوصلونا لاول خيط نجيب بيه اخر السجاده. اوامرك مدام كرامه. الحقيقه انا مش عارف اقول لك ايه، احنا كنا تقدمنا كتير كتير قوي، انما بس اللي حصل دلوقتي انا شايف ان الحاله اتاخرت جدا ومش لاقي تفسير لدوت. انت مش ماشيه على علاج ولا ايه؟ طب ما في ايه بس؟ الحقيقه انا توقعت لما جوزك يرجع ان حالتك هتتحسن. في حد مضايقك؟ طب في حاجه مضايقاكي؟ ايه هي؟ لازم تكوني صريحه معايا عشان اقدر اساعد في علاجك. اطمئني هتخلفي باذن الله، بس كل حاجه هتيجي في وقتها. ثقي انك ممكن تتكلمي تاني. انت صحيح جيتيلي متاخر، لكن انا ما زلت عندي امل، انما اي حاجه تانيه بقى ممكن تستنى. لازم تعرفي ان الادويه اللي انا بديها لك ديت ما ينفعش تاخديها وانت حامل، هيبقى في تعارض بين حملك وبين العلاج اللي بديهولك. ده غير الاهم ان انت مش مهيئه نفسيا في الوقت دوت لحمل طفل والامومه. انا مش عايزك تكوني متضايقه من صراحتي، بس لازم اكون صريح معاكي عشان تقدري تساعدي نفسك وتساعديني في علاجك. مدام كرامة، ممكن أطلب منك طلب؟
ترى جوزك ممكن يشرفني هنا في العيادة؟ طيب طيب خلاص براحتك. حاضر حاضر فهمت، وبوعدك حتى لو قابلته بالصدفة مش هجيب له سيرة الخلفة دي نهائي. حاضر حاضر اطمئني، أهم حاجة بس إنك تنتظمي في العلاج وأنا أكتب لك دواء إضافي، وياريت يا مدام كرامة أشوفك الأسبوع اللي جاي في نفس الميعاد. مدام كرامة، هو جوزك بيشتغل إيه؟ شو؟ بلغني إن مراتك مش هنا، قلت أجي أعمل الواجب. لو أنت ما بتعرفيش تعملي الواجب الفوض النوم. الواجب واجب في أي حتة. وتشكرين يا بنت الوصول يا زوق، أنا أصلاً خارج. طب ما يلزمش مني أي حاجة قبل ما تخرج. ما يلزمش. متأكد؟ متأكد. حاجة كده ولا كده؟ ولا كده ولا كده. يا شو؟ أنت بتثبتيني ولا إيه؟ معاش اللي يثبت. معاش اللي يثبت أفندينا. بس أنت لو طلبت لبن العصفور هيجيلك لحد عندك هو بذات نفسه والعصفور. طب مسكة بقى عشان يطير. العصفور. طب ما يطير. هو أنا مسكاه؟ ما الدنيا براحة إيه؟ يتوب علينا ربنا. مجاش المر اسم الله عليه اسم الله عليه اسم الله عليه مجاش المر اسم الله عليه اسم الله عليه اسم الله عليه. اوعد اهل دايره الكرام اول ما رجلي تخطي عتبه المجلس لازم لا منطقه ولا فرد اتواك. مجاش المر اسم الله عليه اسم الله عليه اسم الله عليه مجاش المر اسم الله عليه اسم الله عليه اسم الله عليه. واوعد اوعد برضو اهل دايره الكرام اول ما تمسمر في كرسي المجلس اوعدكم بالعيشه الكريمه بلا سل بلا اهانه بلا ضرب عن قفا. بقاش المر اسم الله عليه اسم الله عليه اسم الله عليه. يا اهلا يا اهلا يا اهلا يا فندينا، صباحنا زي الفل يا علوف. اتفضل. وفي لا دي الحمله الانتخابيه بتاعت بجاش المري. مش ده الواد بجاش بتاعنا؟ اهو بعينه من بلطجي انتخابات اللي مترشح. هي بقت بالدراع ولا ايه؟ على قولك اهو قاعد جوه عمال يقول اهو. تحب تبص يا فندينا؟ ابص انما اقول لي مكتوب ايه الاول. بجاش المري في حلو ومري. ولا اتاوى ولا غرامة، بكرة الشعب عنده كرامة. كرامة؟ اه مكتوب كرامة؟ اه مكتوب كرامة. اتفضل شيشة المعلم يا كوارع. ولا يا سيد الشباب كرامة، بكرة الشعب عنده كرامة. ولا اتاوى ولا غرامة، بكرة الشعب عنده كرامة. جنة الشباب اللي حامينا المعلم خميس افندينا. اسم الله عليه اسم الله عليه. اسم الله عليك ريحوا الرجاله. هموت يا بيس مرعوبه. ايه بس استهدي بالله يا ابله والمصحف الشريف ده، انا حاسه انك واخده عين. عين ما صليتش على النبي. عين وايه مركزه؟ عين ايه بس؟ خميس خرج والملط عايزني اكمل مع الباشا، وانا محتاسه مش عارفه اعمل ايه في النصيبه دي. وده يا اختي ايه اللي فكر الباشا بينا تاني؟ ما هو كده يا اختي، يختص يختص ويقب تاني فجاه. اللعب على الكيف زي ما هو بيقول. طب ما تقول الافندينا وهو يتصرف.
لا انت اتجننتي؟ انت عايزاه يموتني؟ طب ما هو الباشا لو حس هيخلص عليكم انتوا الاثنين. ما هي دي النصيبه يا اختي، عشان كده انا مش عارفه اعمل ايه، ولا عارفه ارجع للباشا، ولا عارفه اتحمى في خميس. طب استهجي بالله بس كده، انت وصلي على النبي، وانت ان شاء الله ان شاء الله هتلاقي الحل جاي لك من عند ابو خيمه زرقاء. انا عارفه ان ملهاش حل غير رقبتي. كبير يا شفاعة طمني، البضاعة مين؟ وصلت بألف سلامة وفي طريقها على هنا. الحمد لله. عاوز بقى انت تجهز لي الاسطبل وتخلي لي السك على الاخر، مش عاوز جنس عامل موجود غيرك انت وخرفوش ورز، فاهم؟ امرك يا كبير. وجيب لي براءة من تحت اطيل الارض لغايه ما اصلي ركعتين شكر. براءة؟ ليه يا كبير؟ ولا ما تشغلش دماغك، لا تاخدها الناحية التانية. ها؟ حصل يا كبير. فاكر يالا؟ فاكر يالا؟ ولا شفاعة؟ ها؟ أنت بقى لقط الزبون، عرفت الحبتين وجاي تبيع بيهم. يا فندينا طبخ السلم بيدوقه، وأنا بقالي سنين ياما واقف قصاد باب المجلس، أدخل ده وأمنع ده، واقول لده يقول واقول لده يسكت. الدنيا اتلخبطت خلاص، محدش فاهم حاجه، والبشوات اللي كنا واقفين وراهم فجاه بخ فص ملح وداب. لقيت نفسي واقف قصاد الباب لوحدي، قلت اخش. خش يا اخويا، خش وماله، ما يضرش. الناس تعبانه يا فندينا، لازمها دكر يقف لها في وش الدنيا وبلاويها. على فكره أنا اخترت رمز الوطواط لأنه يناسب المرحلة. ما هو بجاش هو وطواط المرحلة، أمال عضلات منفوخة، جيت واخد راحتها، مش باين لها طول من عرض، على قفا إيه بسم الله ما شاء الله، 7 متر رايح جاي، شعر مغرد، عينين دبلي ملانة من النهب والفردة والأتوات، يعني بدل ما الناس يغنوا لك خوف، لا يغنوا لك شرعي. ما انت الذكر المنتظر بقى يا سيدي. الذكر؟ الذكر اهو خرج من العشه ورجع لاهله وناسه، والكل بيتبارك بيه، وانا اول المتباركين. انا في ديك الساعه فندينا لما تقف معايا في الانتخابات، ده انا كده تبقى اتفتحت لي طاقه القدر، والدنيا زهزهت، والحظ انت معايا يا اخويا. ما كانش باين عليك لما شفتني، ده انت تهتهت وريقك نشف واتنيلت بنيلك كأنك شفت عزرائيل. ايه بياض؟ ده انت بلطجي قديم. بلطجة خلاص بقت قلة قيمة. أي عيل ومعاه شلة من أصحابه يقلع ملطه ويمسك سنجة ويثبت أهل حتته. البلطجة عينت. بصيت حواليا قلت أشوف لي سكة تانية. وبدل ما تقفش من جيوب الحارة أو تقفش من جيوب الكل. بقول لك إيه يا بجاش؟ نعم. في الهتاف هنا في الاخر كان فيه بيقولوا حاجه كده، الشعب عنده ايه؟ كرامه. غيرها ليه؟ ما يصحش. عندك حق، ما تناسبش المرحله. بسم الله عليك. والمصحف ما قلت حاجه ولا اتكلمت ولا جبت سيره حد، والمصحف ما قلت حاجه. ما تخافش، ما انا عارفك طول عمرك راجل وجدع. خايف ليه؟ خد مخمخ اشرب ولعله. طائفتان من المؤمنين
معتدد فأنصحه بينهما. الله يرضى عليك عم الشيخ. معلم النوح كبير الصحراء جماله حفظها شبر شبر واسمه عندنا زي الجنيه الذهب. ابنه براءة أشقى خطر في المنطقة وأسرع موزع في السوق واسمه مكتوب بالحبر السري عند الداخلية لغاية دلوقتي. معلم أبو سنة يا جمالك يا معلم يا خال يا كبير الكبار يا أمير الأمراء يا مكيف الكيف يا أصل الدويقة ومنشية ناصر صيتك من الصعيد لغاية هنا. خميس أبو سنة أفندينا رنس المزاج أبو الرجال وكفه معلم على وش اللي ما يتسموش. خلاص الكلام يا رجالة، الفرقة خطر والمصلحة تحكم. قبل ما تكمل يا باشا، الحكاية أصلها الدم والدم أصله غدر. دي ما تسويش دي يا أبو سنة. الموت أهون يا نوح. أيوة بس لما يبقى القتيل ده ابنك ولا أخوك الكلام هنا يفرق أهو يا معلم أبو سنة. جرى يا رجالة، أنا مش جايين نقلب في الدفاتر ونصفي حسابات. اللي فات مات، كفاية عليك يا نوح بضاعتك اللي راحت والراجل بتاعك اللي الحكومة مسكته قعدت تعصر فيه عشان يقر. الله أعلم خلصتك منه إزاي. وأنت أبو سنة بضاعتك بدت تشح في السوق، هتنكشف والشغل الشعبي ميبقاش يليق بأفندينا. شوفوا يا رجالة، كلنا عارفين قانون اللعبة كويس، اللي هيورب سنة هيقع، عشان كده لازم نركز ونشوف مصلحتنا، واللي مش عايز ما يلزمناش. السوق زي ما ليه ايد بتدي، ليه سنان بتعض ورجلين بتفرم وتخلص. ربنا يا رب يعوضنا على البضاعة اللي راحت، وإذا كانت الخسارة على قد الفلوس ما يهمنيش، إنما الخسارة اللي لا يمكن أسكت عليها أبداً هي خسارة الرجالة. ربنا يديم علينا نعمة اللمة بتاعتنا، نعرف فاتحة على المرحوم. آمين آمين آمين. فاتحة عهد، والعهد سيف على رقاب الكل. بس أنا مزنوق في سؤال كده يا باشا. فك نفسك وقول يا أبو سنة. هو مين المرحوم؟ مرحوم يبقى الدار اللي بيننا وبينهم يا خال. سعيكم مشكور يا رجالة.
استنى انت يا خميس. عايزك. اسر باشا، اسر باشا. ايه في ايه مالك؟ مصيبه. طب خد نفسك كده وقول يا دوب في ايه. الواد اللي اتمسك امبارح في الكمين ماله؟ قتلوه. ايه قتلوه؟ العمروتي ده طول عمره داهيه، يعرف ازاي يكسب اللي قصاده. قري خميس من اول سطر وعرف ازاي يجيبه، بس افندينا مش ساهل. انا مش فاهم حاجه، انت مبسوطه ولا زعلانه ولا قلقانه ولا ايه بالظبط؟ خميس رجع السوق تاني، وقعدته مع العمروتي هتقوي قلبه وتخليه ما يهموش حاجه. ما انت لسه قايله يا حاجه ابنك مش سهل. طبعا ابني، هيجيبه منين؟ ربنا يخليهولي. لا بالحق يا حاجه، البضاعه اتصبرت في الصعيد والرجاله جاهزه. أنا حضرت الفلوس وإن شاء الله هنزل عشان أخلص فيها. مش لوحدك يا أبو سنة. أه طبعاً الرجالة معايا، ولا عايزة كلام؟ لا، القصد إن خميس يروح يسلم ويستلم. خميس؟ أفندينا؟ أه وماله؟ واحد. يا سلام، مصر بتبقى حلوة قوي بالليلة خميس، تحس إن كلها بتاعتك ومحطوطة في جيبك، تحس إنك راكب فرس وماسك اللجام كويس. مالك يا خميس؟ مفيش يا باشا، بس أنت قلت لي عايزك وجينا وبقالك ساعة عمال تتكلم عن مصر حلوة ومصر جميلة ما أنا عارفها. أنا متابعك من زمان يا خميس، دخلت دماغي وأنا صعب قوي حد يدخل دماغي، من وأنت صغير وأنا مراقبك، وعجبتني لأن ليك كرامات مع الحكومة، واللي عجبني أكتر إن أنت رميت عمرك ورا ظهرك، ورحت تطالب بحقك، وقتلت غريب وسط الحكومة. خيانة تمنها الموت. في السنين اللي فاتت يا خميس السوق اتغير، ناس كتيرة اتحرقت، أنا كنت مستنيك، أنت خلاص اديت الحكومة حقها، ناخد حقنا بقى. يا باشا بس انا يا دوب لسه خارج بتفرج على الدنيا من بره، ما عنديش نيه اغرس تاني. كيف ما بقاش المزاج خلاص يا خميس؟ بس انا يا بيت العمر بتاع مزاج، من وانا عيل صغير قد كده وانا بتاع مزاج، وبحبه وبشتغله بمزاج، وزبايني كلهم بتوع مزاج، ناس رايقه ما عندهمش مشاكل ولا ليهم في الدوشه ولا حتى لخبطه الكيمياء. الناس اتطحنت يا خميس، بقت عايشه في دوامه. الطحنه دي خلصت على اللي في جيوبهم وخلصت على صحتهم. بقى الزبون من دول يدور على نص برشام عشان يوانوي، واللي معاه قرش ما يلزموش البني خلاص، بقى بيدور على خطين ابيض مخلوط عشان يسافر. زمن المزاج ولا يا خميس؟ انت عايز مني ايه بالظبط يا باشا؟ انا اصطفيتك يا خميس، اخليك كبير السوق. ايه بيه، بس انا لما وقعت انت سبتني. انا عيب عليك تقول كده يا خميس، انا حاطط عيني عليك حتى قبل ما تخش السجن. امال مين اللي غير الحرز بتاع البضاعه قبل ما تروح المعمل الجنائي؟ مين اللي جاب شهود نفي وخلى تحريات المباحث تقول ان ما كانش عندك نيه تقتل غريب؟ مين اللي ضغط على نوح وقال له ما يتهمكش بقتل ابنه ويحضر المحاكمه بتاعتك كلها غير شوشرة؟ كل اللي انا عملته ده يا خميس خلاك تاخد 7 سنين بس، وانقذت رقبتك من حبل المشتبه. والحقيقه ان بدران ما كدبش خبر، نفذ كل اللي قلته له بالحرف الواحد. شفت بقى انت ظالمني ازاي يا خميس؟ بدران
الحكايه دي ما فيش فيها مصلحه. يا استاذ انا مش هين عليا اشوفك كده بصراحه، انت ياما وقفت جنبي، اديني لو اخذه فرصه ارد لك المعروف. معروف؟ ايوه، انت ياما حميتني يا اخويا من ايد الحكومه ومقالبها. الله، ما ترجعي الحريم دي المخزن وروح انت نام انت كمان، او روح اقلبوا عشكوا مع اي زبون تاني ولا سوق نايم. السوق نايم ده الكون كله نايم. خلاص يا اخويا الرجاله ما بقاش ليها مزاج. اسالني انا. بقول لك ايه، انا بقى هسوقك واروقك، اقوم اعمل لك فنجان قهوه من اللي بيخلي الرجاله يجوا هنا على ملا والشغل، قهوه ام ساميه. حتى القهوه مش عتقاها يا ام ساميه، اهم بدأوا يقلوا. استلمي، افتح الباب يا واد يا حركات يا اختي، متداري في اني خن. حاضر حاضر. امر يا بلدينا. استاذ بدران ساكن هنا؟ ايوه. امال انت مين؟ انت اللي مين؟ طب الاستاذ بدران فين؟ سي بدران جو. طب قول اللي بره. طب ثواني. استنى استنى، خليك انت عروسه. دينا؟ أنا ولا ياكل معايا الكلام ده. أنا لا يخصني عمروتي ولا أبو سنة. أنا مش موصوف لي في الليلة دي كلها حاجة إلا خميس. يا رب ما تعليش صوتك أمال. لكن مش بتجعجع والصدر المكشوف. الله، العمروتي حط سيفه على رقاب الكل، اللي هيتحرك تحته هيقابل رب كريم. على نفسه. أنا ما يهمنيش يا حد. أنا عارف نفسي. كده كده ميت. طب اسمعني يا عم الميت. اسمعني. فرص جاية كتير والدار باين وعزامة تاخدش والفتحة مردودة، بس السكة تفك والدنيا تسلك ونلاقي له مقتل نضربه فيه. ايوه، لو ان انا مش حمل تلات ايام اصيبهم. يعني عايزني اعمل ايه يا حد؟ احط جزمة قديمة في بقي واسكت؟ اي ضربة هنضربها له دلوقتي هتبقى زي القرش البراني، لو رميتها هترد في وشك، انما اللي هنا محدش يقدر يوصل له، ساعتها هتبقى اضيب صحيح. امرك يا معلم، امرك انت والباشا. اتكني لحمار. ما تفتحها يا بت. يا ماي شبرا ماشي عاجبك كده والنبي يا معلم، طريقته معايا كده على طول. غبي زي امه، اعمل له ايه؟ ما علينا، أقولني يا معلم. روح هاتيلي فحم من عيني. بس على مهلك وانت ماشي. حاضر يا بنت على مهلك. غبي زي يوم. العاشق المتيم بالعيون الملط بيضون. وايه اللي جابك السعادي؟ انا قلت برضو لازم كلامنا يكون ما بين اربع حيطان وباب وشباك مقفول علينا، مش في محل اكل عيش ببانه مفندقه وخرامه اكتر من كوالينه. ملط يا بيضون، انا رمانه اللي فرطت الدنيا في كف ايديها واللي هدومها شاطت من مرمطه الايام، مش هتيجي دلوقتي وتلعب عليا لعبه قديمه زيتي. ايه الساونه اللي انت خارجه منها دي؟ اقفل السخن وافتح الساقع شويه، خلينا نركلس ونقول الكلمتين. انا جايلك بالمفيد. ما انت قلت لي المفيد وانا رديت وتفتي لسه على خدك. تفتك دي وسام على صدري وانا ضميتها لدولاب الذكريات وكتبت عليها اهداء من رمانه الى المناضل الوطني الملطي بيضون. باشا ما طلبكيش. نعم، امال ليه قلت لي؟ بس ممكن في اي وقت يطلبك.
انا عارف ان انت مش على هواه اليومين دول، وهو كمان مش على هواكي، بس ممكن في اي لحظه يهفوا الشوق، ساعتها لا انا ولا انت هنقدر نناضل ضده ولا نقول له ما ينفعش. وانا استحاله اقول له ينفع. يبقى انت كده بتصوري على النظام القديم، وساعتها مش هيبقى قدامي غير حل واحد. ايه روح امك الكلام الكبير اللي عمال تقوله ده؟ انت صدقت الفرنيطه اللي على دماغك دي؟ هتعمل لي فيها يا اخويا بتاع سياسه؟ ده انت يا دوبك بتفك الخط. وبعدين حل ايه؟ جت حل وسطى. انك تعتصمي، وقبل ما تعتصمي ترش على وشك شويه ميه نار، يمكن الباشا يتعاطف معاكي، وساعتها هينفذ لك مطالبك الفئويه. تعالى بقى اوريك مطالبي الفئويه يا ابن روحيه. ما يصحش كده يا نجمة. ايه؟ اتفضل. ايه ده بتعملي ايه؟ ادي هدوم الباشا بتاعك، الضرفه اللي عامله زي السجان في بيتي، انا خلاص خدت منها افراج، واحمد ربنا ان خميس ما شافهاش، عشان انت عارف كويس لو كان شافها كان ممكن يعمل في الكل ايه. اهدي على نفسك، لا يطقلك عرق مصر عايزاكي. يلا خد الزباله دي وغوب. ماشي انا هاخدها واضمها في دلاب الذكريات، يمكن يحصل لك انقلاب داخلي وترجعي لعقلك. تصدقي الحته حلوه؟ ازاي يا فندينا ما شمهاش؟ والمصحف لصوت ولم عليك الخل. يلا غور يا ابن الكلب. دج يعني رمز الوفاء والاخلاص، يعني الملط بيضون. سلام يا نجمه. انسى بقى السير دي يا خميس، ده القانون يا ريس، هو يقول، انما انا لا. وانت سيد العارفين، بعدين في الاخر كله كان عشان مصلحتك. كله طلع شمال. اولاد الرفضي لو ايه؟ كل الشمال منفد على بعضه. عسل اسود. 95 اللي يشوفك ولا يصليش على حضرة النبي. الله اكبر، الليله ليله عيد. قوم يا بنت اللي شبه دكر البط انت. الله يا اختي، الله اكبر، منورنا ومكترنا والله. ومالك عليا حلفان الود ود، اذبح لك بنت من البنات. ما تعملوا حركه يا ولايه. الله. اتفضل يا فندينا. وانت تعرف العمروت يا مدرن؟ يلا بنروح يا خميس. على جثتي ده ما غصب، اعمل ما بدالك. انا طول عمري عايش معاك يا غصب، نفسي مره يبقى بمزاجك. انا مش طايق العيشه دي. ده وضع مفروض علينا وانت عارف كده كويس، وانا محرمك على نفسي. مش مقصر يا مطر، مش مقصر. لا انا بعمل كل اللي اقدر عليه عشان اخد طرح اخويا، لكن زي ما انت شايف الدنيا معايا ملخبطه على الاخر، كلها بتلعبك. يكون الكلب بسبع طروح.
أنا عارفة إنك مش ناسي دار أخوك وإنك بتحبه قد ما أنا بحبه. بتحبيه؟ قوليها يا مطرة. أنا عارف، أنا عارف إنك لسه بتحبي الغريب، بشوفها في عينيكي حتى وإحنا غصب عني. بالعكس يا مطرة، حبك لغريب هو اللي مخليني لسه باقي عليكي. وكان يعني على حبة النرفزة ولا ايدي اللي بتطول عليكي، معلش دول يدوب حلاوة روح فشغل مش اكتر. صباح على خير يا مطرة. يا ابو سنة هتحرقنا. وده ايه ده اصلا؟ ان شاء الله ما تخليكي في حواجبك يا شوق. وانا كنت بنتفهم لمين بقى ان شاء الله؟ طب ادي ام القط وادي المرايه، وان شاء الله يطلع حاجب ارفع من حاجب. اما اشوف اخرتها ايه معاك يا ابو سنة النهارده. ايه يا شوق؟ يعني بلاش اخد ودي مع نفسي شويه. يا راجل خد مني واديني، معايا البال يروق وترتاح. مش بقى لها راحة شو؟ ليه يا حبيبي؟ فضفض وقول مالك. ماشي فضفض ترتاح، نتقاسم. مش هي دي قسمة الحق؟ كل الحكاية ان انا مزاجي مش رايق ليلة شوية. بقى ده كلام يتقال برضو؟ ده انت كده تتضرب في السوق. ده انت المعلم صاحب توكيل المزاج في البر كله. معلم وسيد المعلمين كمان. ولا انت زعلان ان خميس هيطلع معاك الطلعه بتاعت الصعيد؟ يا شو انت من امتى بتدخلي مناخيرك في حاجه تخصنا؟ وبعدين هزعل ليه يعني عشان خميس هيطلع معايا مشوار الصعيد؟ ما في الاخر مصلحه واحده. برضو ما تأخذنيش يا معلم في اللي أنا هقوله، بس الصراحة المصلحة فلتت من تحت باطك ونطت في عبء أفنديك. شو ده زيت في دقيق ملكش إنك انت تخش فيه. وبدل ما انت ماسكة شنيور وعمالة تنخوري في نفوخي، قومي طري القعدة، اعملي حاجة، ازيلك هزتين، هاتي حاجة تشرمي اللي بتلطش وتطري الدماغ دي، ولا نسيتي زمان؟ لا أنسى إيه؟ بس احنا في انصاص الليالي يا راجل، عايز تفرج علينا الناس. هي طلبت بقى، طلبت للمعلم صاحب توكيل المزاج في البر كله. قوم يا بيت. حاضر هقوم، بس بالراحه عليا، جسمي بيعلم. ما يعلم مش انا المعلم؟ ها لازم اعلم. قوم يا بيت. قوم.
حالة من الملل والزهق وقلة المزاج، ده ملخص الوضع اللي أنا فيه. إيه يا حبيبتي بجد؟ راجعة؟ أخيراً عرفت إن ليكي أب بيحبك ومحتاج لك. طب مع السلامة يا حبيبتي، أحسن جالي مكالمة شغل. يا مساء المزاج الرايق على عيونك. أنا بسأل نفسي أنا مش مبسوط النهاردة ليه؟ عشان اتأخرت على عمروتي بيه. جيت في وقتك يا مال. ليلة لذيذة وهنية وبالبنات محشية. هلو. إيه الكلام ده؟ أمرني، أنا هنا عشان تأمرني. تعرفوا تعملوا مساج يا بنات؟ أكيد احنا نعرف نعمل. ده سؤال سعادتك؟ اللي قدام سعادتك دول المارينز الوطني، عندهم القدرة على اقتحام الهدف في 5 ثواني. سعادتك ادي إشارة البدء وهم يقتحموا على طول. طب انصرف انت يا مالطو وبعدي خد الفارغ. مساج الخير على عيونك. استنى يا مالطو، غيرت رأيي. وقف هنا صدر الخاتم وغني لي أمونة وانا بتعمل لي مساج. أمونة بعت لها جواب، أمونة ما ردتش عليا، أمونة إيه الأسباب؟ على كيفك وعلى كيفك وإن شاء الله ما ربيتي عليا أمونة. عليكم. اهلا 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 معلم خميس، نورت القهوه. ازيك يا شلوف؟ الله يخليك يا ريس. معلم، واحد سال عليك جوه. واحد مين؟ معرفوش يا معلم، سال عليك ودخل قاعد جوه الواحد، هتلاقيه قاعد على اليمين عند الرجاله. استنى ما نشوف الحوار ايه اللي تشوفه يا معلم. ما تشوفش وراي. تسلوا تسلوا، اقعد تسلوا تسلوا. ازيك يا فندينا؟ ماشي نور، ماشي اتفضل. معسل يا فندينا. قهوه كوارع. على عيني. حاضر. قهوه مظبوط على ما ساعه. ايه الطلبه الغريبه دي يا باشا؟ ابدا، لقيت مزاجي مش رايق قلت اجي اظبطه هنا. اهلا اهلا اهلا. قالوا لي انك سالت عليا. قال استغناش عنك ابدا يا فندينا. طب ايه؟ نجيب حجر، طاوله، دومينو، سيجارتين. سيجارتين نظبط بيهم دماغنا عشان الحكايه اللي هكلمك فيها. سيجارتين ملفوفين. الشقاوه دي يا باشا مش معقولة طبعا. أفندينا هيغلب في إنه يجيب لنا سجارتين مكفوفين. يا سربيه، أنت جاي هنا عند أفندينا في منطقته وعزوته وسط ناسه، وأنت طبعا راكن البوكس بعيد. أنت فاكر إن أنا جاي لحد هنا عشان ألبسك قضية؟ أقعد يا أفندينا، أقعد يا شاهد، يعني ما بتقدرش بحد. توب علينا ربنا. والله العظيم جاي عايز اشرب معاك سيجارتين. ما بشيلوش. قول لي ان مفيش، نتصرف، مش كيميا يعني. يا مغاوري خش لي القهوة. هتبعت تجيب من المكتب ولا ايه يا باشا؟ لا حلوة. أنواع مفتخرة. مستغربني صح؟ لا خالص. أنا بس يعني آخر حاجة تخيلها الليلة دي إن أشوف جنابك. عمر يا باشا. مغاوري السواق بتاعي. حكومة يعني. عادي. وقت غلبان من الغلابة الكتير اللي محشورين في الدنيا بالزق. تعال مغاوري. تعال قرب. وريني معاك إيه.
وفي سعادتك يا باشا. انا ما اعرف هو في ايه يا باشا. معيش حاجه يا باشا، معيش حاجه يا باشا. سعادتك يا باشا، ده اللي انا قلت لسعادتك عليه. تمام يا باشا. مغاوري عمر يا باشا، انده على كوارع، خليه يسقيك شايف العربيه. بعد اذن الباشا، بعد اذن الباشا. عشان الدماغ تعلى ويتوب علينا ربنا. الله يبارك لك يا باشا. غلابه، شايف الحبايه دي يا خميس؟ هي دي اللي انا بحاربها. انا ماليش في السلك الاوجه، انت عارف الكلام ده كويس. على الله تصمد للاخر يا خميس. اشمعنى انا يا باشا اللي جاي تقول لي الكلام ده دلوقتي؟ لان انا كان كل همي اللي جوه جيب مغاوري، وانت كان كل همك تظبط مزاج مغاوري. انا بصيت لجيبه وانت قريب دماغه، عشان كده انا محتاج للي زيك يا خميس يبقى جنبي ويكمل اللي ناقص فيا. حط ايدك في ايدي يا خميس، نحارب بتوع كامل اللي خاربين دماغ شباب البلد دول. نحارب اي حاجه تخرب دماغ شباب مصر، ونقرا الفاتحه كمان على الحرب دي. الحشيش بره الحرب دي يا باشا. ايه ايه يا رب.